مرحبا، اهلا وسهلا فيكم اعزائي متابعين عالم السيارات. اليوم بتغطيه مميزه من اماره دبي بالامارات العربيه المتحده لننقل وقائع مهرجان الاناقه للسيارات الرياضيه، سيارات السوبر رياضيه والسيارات الكلاسيكيه. هذا المهرجان اللي هو الكونكور ديليغونس بنسخته الثالثه اللي كان عم بيتم قبل ببرج العرب، اليوم موجود بفندق البلغاري على شاطئ الجميره. وهيدا المعرض بيكون فقط لاشخاص مدعوين، للاسف غير متاح للببليك، بس نحن موجودين هون لحتى نفرجيكم السيارات الموجوده، فتفضلوا معنا. سيد مانع، تلاقينا فيك بالنسخة الثانية وهلأ عم نلتقي فيك مرة ثانية بالنسخة الثالثة لمهرجان الأناقة للسيارات الرائعة خارقة الأداء سوبر رياضية والكلاسيكية. أول شيء خبرنا كيف الاشتراك، كيف الحركة هالسنة؟ والله أنا أول شيء بتشكرك أنك أنت زرتنا في النسخة الثالثة في موقعها الجديد الرائع طبعا في جميرة باي في مشروع بولغاري ريزورت في دبي، والمساحة هنا متسعة لأكثر من عدد السيارات اللي احنا كنا نتصورها، وهذا شجع الهواة والكولكترز جامعين السيارات النادرة انهم يرسلون سياراتهم من كل مكان في العالم. اليوم طبعا نحن في أجواء جميلة، أجواء احتفالية في نهاية عام زايد، وكذلك ارتئينا نحن كمنظمين ان نتوج كونكورس الإمارات بتسميته بكونكورس عام زايد، وكنا حريصين بأننا نبحث عن تاريخ القائد المؤسس في حبه للسيارات وشغفه لتصاميم بعض السيارات، وفي منها معروض اليوم على ساحة العرض في برومناد بلغاري دبي. شاكر لك طبعا حضورك النسخة الثالثة، ودائما أنا طموحي أن احنا نكبر ونتوسع ونحط شوية اهتمام وشدو على وتركيز سبوتلايت على الأماكن الجديدة في مدينتنا الجميلة وفي دولتنا الإمارات الحبيبة. هون عم نشوف خلفي كرايسلر امبيريال لعام 1956، تخيلوا هيدي السيارة ماشي 60 ميل فقط. الفا روميو جي تي في 2000 لعام 1972، هيدي السيارة إذا بتتذكروا قمت بتجربتها بإيطاليا بمتحف الفا روميو وتحديدا بميلان. هون على يميني عم نشوف سيارة ام جي تي لعام 1953، وعلى يساري بالخلف النسخة الثانية من لاند روفر. اللاند روفر هي النسخة الثانية لعام 1971، وعلى شمالي جاكوار الاكس كي كي 120 لعام 1954. وهون الفيراري 512 بي بي كوينج سبيشال اديشن لعام 1980. وهيدي احدى السيارات المفضلة عندي، سيارات كلاسيكية بورشا 356A لعام 1957. هون فينا نشوف الفورد جي تي وجنبه كاديلاك إلدورادو، وخلف الكاديلاك فينا نشوف مرسيدس بولمان بشاسي طويل ليموزين. وكمان احدى السيارات اللي بحبها كثير هي بورش 959، سيارة أسطورة شهيرة لا يعلى عليها. يا ريت بورش بيرجعوا بيعملوا وحدة جديدة قريبا. عم نشوف كمان البورش الكاريرا جي تي. وهون عم نشوف سيارة بوغاتي تايب 35 لعام 1925. تخيلوا هذه السيارة ممكن يوصل سعرها ل 4.5 مليون دولار. وسيارة ماكلارين الشهيرة سيارة سينا، وهذه السيارة بنسخة خاصة وحدة على العالم بالتجهيزات الموجودة عليها. وهذه سيارة فيراري الاس بي 30 لعام 2011. وهون عم نشوف سيارة الفينير السوبر سبورت، والسيارة الشهيرة يلي ادخلوها بفيلم فاست اند فيوريوس يلي هي لايكان هايبر سبورت اللي قفزوا فيها من البرج لتاني برج بأبو ظبي. هذه
هذه كانت تغطيتنا لمهرجان الأناقة للسيارات الرائعة، السيارات سوبر رياضية والسيارات الكلاسيكية. هلا بقول لكم باي باي، بشوفكم بحلقة جديدة وتغطية جديدة. الله معكم.